UMMA Welfare Trust is an international relief and development charity working across Africa, Asia and the Middle East. The charity operates on a 100% donations policy. The UMMA is one in faith, happiness and sadness. So let us help. Donate now. Call 0800 40800 11 or visit www.uwt.org. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها